بالتعاون مع مدرسة راهبات الوردية المصدار، نظمت كنيستا يسوع الملك في المصدار ومار يوسف بجبل عمان المهرجان المريمي تحت عنوان حبها حياة وذكرها نجاة. وقد أقيمت صلاة السبحة الوردية وقداس إلهي ترأسه كل من الأب وسام منصور كاهن رعية مار يوسف للاتين جبل عمان، والأب مروان حسان كاهن رعية يسوع الملك للاتين المصدار. عاونهم في الخدمة الأب وجد طوال والشماس بيير زرنكيان والشديق بشار المعشر. تلا ذلك أمسية مريمية أحياها المرتلين عماد بصل ودينا فخوري وإبراهيم نعواس بمصاحبة العازف حران حجازين والشماس مايكل ذيب. مجد مريم يتعظم في المشارف والمروح، كرموها عظموها ملكوها في القلوب. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وكل وقت وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم، وخذ إلى فردوسك كل النفوس وخصوصا تلك التي بحاجة أعظم إلى مراحمك. سلام سلام ختام المهرجان ترأس الآباء الكهنة خدمة ازدياح شخص العذراء مريم في ساحة الكنيسة. هذا وشاركت براعم الرعية من مدرسة راهبات الوردية المصدار بنثر الورود على الموكب. ويشار بأن المهرجان شارك بتنظيمه كشافة كنيسة يسوع الملك المصدار. السلام السلام.